رابونزل وإنقاذ القزم الظريف. في يوم من الأيام وفي أرض بعيدة جداً، كانت هناك فتاة غاية في الجمال اسمها رابونزل. في يوم ما ذهبت الفتاة الجميلة في نزهة إلى الغابة مع صديقتها كلابسي. هل تعلمين يا كلابسي بأنني أحياناً أود أن أسمي كل تلك الأزهار؟ مثلاً هذه حلوى القطن، وهذه الجميلة هي القمر الأحمر المكتمل. بينما كانت رابونزل تتسلى مع صديقتها بين الأزهار في مكان ما بعيداً، كان القزم الظريف أحد أصدقاء بياض الثلج قد ضاع في الغابة. ساعدوني! ساعدوني! هل من أحد هناك؟ أنا أغرق! أوه! انظري رابونزل! لنسمي... شش! كلابسي! هل تسمعين؟ ساعدوني! ساعدوني! هل من أحد هناك؟ أنا أغرق! يحتاج أحدهم المساعدة! وضعت رابونزل كلابسي على شعرها وبدأت بالركض مسرعة. تبين أن القزم الظريف قد وقع في مستنقع وكاد يغرق بالكامل، ومع صراخه للنجدة وصلت رابونزل. ها أنا أغرق! ها؟ ها هو! تمهل! سوف ننقذك! أمسكت رابونزل بشعرها بقوة ورمته نحو القزم الظريف في المستنقع. يمكنك فعلها بيد واحدة! هيا، تمسك جيداً! حسناً، أمسكتها! اسحبيني! بفضل رابونزل، تم انتشال القزم الظريف من المستنقع، ولكنه ما لبث أن علق على شجرة. لم أفقد قبعتي! ساعدوني! أنا عالق هنا! أيها الظريف الصغير! ماذا؟ كيف عرفت أن اسمي الظريف؟ لا أعرفك، كنت فقط أضحك من ظرفك. انزلق القزم الظريف من على الشجرة مستعينا بشعر رابونزل. شكرا، أنقذت حياتي مرتين. هذه الغابة مليئة بالمفاجآت، عليك الحذر دوماً. فوجئ القزم الظريف برؤية ملقة شعر يتحدث. يا للهول! أهذا ملقة شعر يتحدث؟ اسمها كلابسي، تحولت إلى ملقة شعر بسبب سحر شرير من المشعوذة. وأنا رابونزل، فمن أنت؟ أنا القزم الظريف، أحد أصدقاء بياض الثلج الصغار. كان يجب أن أعرف أيها القزم الظريف. وهل تعرفين بياض الثلج؟ نعم، بالطبع أعرفها. اليوم عيد ميلاد بياض الثلج، سيقام حفل جميل في القلعة، هل تودين الانضمام إلينا؟ فكرة رائعة، أليس كذلك كلابسي؟ إن كانت هناك كعكة أيضا، كيف يمكنني أن أرفض؟ لنذهب قبل أن يتأخر الوقت، اتبعاني. مشت كل من رابونزل وكلابسي خلف القزم الظريف. توقف القزم الظريف فجأة. رابونزل، أعتقد أننا على الطريق الخطأ. سنذهب من هنا. لا. نعم، ربما من هنا. من هنا، هنا، أتذكر هنا، من هناك، من هنا، من هنا، من هنا. كان القزم الظريف يركض في كل الاتجاهات، وقد أصيب بحيرة بشأن الطرق. أيها الظريف، إن لم تستطع إيجاد الطريق، سينتهي الحفل حين نصل. لم يعلم أي من رابونزل والقزم الظريف أنهما باتا بقرب كهف هيلا وهم يبحثان عن الطريق.
أخبار جيدة، أخبار جيدة، أخبار جيدة. ماذا يا دونكوف؟ لما تقلق راحتي؟ مولاتي، من فضلك تعالي وانظري بعينيك الجميلتين. حين نظرت هيلا من الكهف، رأت القزم الظريفة ورابونزل. لا أصدق، هيا يا دونكوف، لنمسك بذاك القزم، فتأتي بياض الثلج مجدداً. صنعت هيلا كرة سحرية من الجيلي ووضعتها بين يديها وأطلقتها من الكهف إلى أسفل. أخذت الكرة تكبر تدريجياً وهي تتدحرج. انظري مولاتي، كرة كبيرة كفقاعة. حين كان القزم الظريف مع رابونزل وكلابسي يحاولون إيجاد الطريق من دون العلم بشيء، ضربت الكرة السحرية القزم الظريف وأسرته. هي، من أين أتت هذه؟ رائحتها كجيلي العنب. أوه، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ لم أفعل شيئاً، لم أفعل شيئاً، ساعدوني. حين فهمت رابونزل ما يحدث، كان القزم الظريف قد بدأ يرتفع لأعلى. أوه، لا! مع اقتراب القزم الظريف من الشمس، ستذوب كرتي هذه و... ستحوله إلى قطعة كعك؟ لا دونكوف، ستذوب و... بينما كانت هيلا تشرح خطتها الشريرة، استمر القزم الظريف في الارتفاع إلى أعلى. من جانبها رابونزل حاولت استخدام شعرها مباشرة لإنقاذ القزم. حاولت لمرة ولاثنتين، ولكنها فشلت في إنقاذ القزم. رابونزل، درادو، لننادي درادو ونطير إلى السماء بأجنحته. فكرة عظيمة يا كلابسي. تركت رابونزل شعرها للنسيم ونفضته إلى اليسار واليمين. كان درادو يتناول فاكهة التنين في ذاك الوقت، وقد رأى شعر رابونزل يطلب المساعدة، فهما أنه لابد من وجود خطب ما، فحلق طائرا في الهواء مباشرة. درادو، سنحلق نحو الشمس، علينا أن نساعد القزم الظريف. جلست رابونزل وبدأ درادو يطير بها في السماء. أصبح الهواء أكثر دفئاً مع اقترابهما من الشمس. استمر درادو بالطيران بكل طاقته رغم تأثره بالحرارة. ارتفع القزم الظريف بعيداً جداً عن الأرض حتى ظهرت الغابة صغيرة جداً في الأسفل. ساعدوني، 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 لا أريد أن أقع في كهف هيلا، ساعدوني. بمجرد ذوبان الكرة بالكامل، بدأ القزم الظريف بالسقوط نحو الأرض. أنا أقع، أنا أقع. استطاع درادو التقاط القزم في اللحظة المناسبة قبل أن يصل. أوه، كدت أقع. وهذه هي المرة الثالثة، أنقذناك لثلاث مرات. صحيح بالفعل، من أين أتى هذا الطائر الكبير؟ إنه صديقي التنين درادو. وأخيراً وجد القزم الصغير ورابونزل وكلابسي قلعة بياض الثلج بفضل التنين درادو. انظروا، إنها القلعة. ركض القزم الظريف مسرعاً إلى بياض الثلج. أميرتي، لقد عدت. أيها الظريف، أين كنت؟ بحثنا عنك في كل مكان، كنا قلقين عليك. لقد ضعت في الغابة، ولسوء الحظ أمسكت بي هيلا. ها؟ هيلا؟ أنقذتني رابونزل وأصدقاؤها. رابونزل، كلابسي، أيها التنين العملاق، هدية عيد ميلادك يا بياض الثلج. سعدت بياض الثلج جداً برؤية رابونزل وشكرتها لإنقاذ القزم الظريف.
يا لها من مفاجأة رائعة! من الرائع رؤيتك! عيد ميلاد سعيد لك! شكراً! هيا بنا لنذهب ونمرح في القلعة! رقصت الأميرتان الجميلتان ومرحتا طوال الليل في حفل عيد الميلاد. على الجانب الآخر كانت هيلا لا تزال تنتظر مع دونكوف ذوبان الكرة وسقوط القزم الظريف. أوه مولاتي، ألم يحن الوقت لتذوب الكرة بعد؟ يجب أن تكون قد ذابت. دونكوف اذهب وتحقق، هل علق القزم الظريف في الهواء؟ حسناً مولاتي، سأذهب حالاً.